الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محدثكم خالد السعيد، أناقش المواضيع والقضايا يوميا، وبإمكانكم دائما مشاركة آرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقييم المقطع بالضغط على زر الإعجاب اللي هو اللايك، وأيضا لدعم القناة يفضل الاشتراك فيها مع تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. من ضمن المحتويات اللي أجيبها في القناة هي المحتويات اللي تخص مواقف الحياة أو القصص اللي قد تكون مضحكة، ففي قناتي أستعرض العديد من المجالات والفئات ونتكلم عن الأمور من باب النقاش والاطلاع. وفي هالمقطع جايب لكم سالفة صارت الواحد مقرود وبلاه الله بأهل شكاكين. طبعا اللي ما يدري وش معنى مقرود، يعني واحد مبتليه الله، ومبتليه الله في وشه؟ في اسرته الشكاكين. طبعا اللي ما يدري وش معنى شكاك، هو اللي ما يشوفك تسوي شيء الا يشك فيك على طول، طبعا يشك فيك بظن سلبي. فهذا ولد في سن المراهقه، تعرفون انتم الاولاد اللي في سن المراهقه تصير عندهم نشاط وحب الاستطلاع والاستكشاف ويبون يجربون كل شيء، لكن مشكله الشخص ذا او المراهق هذا انه خراره. طبعا وش معنى خراره؟ يعني ما ينقال له شيء، على طول يجيه علم يروح يقوله لاهله كل شيء بدون مبالغه، يعني حتى الاشياء اللي قد ما تهم اهله يروح ويعطيهم ويسردها كما سمعها او كما عاصرها. فالمراهق هذا كان من اسره غنيه، وبنفس الوقت هالاسره محافظه، يعني عندها التزام بالدين. فمن يوم المراهق هذا وهو صغير، وكانت شخصيته انه يبي يتباهى امام الاخرين، فغالبيه الناس المهتمين بالمظاهر تلقى عنده مشكله في الثقه بالنفس. وقبل ما صارت عنده مشكله الثقه بالنفس، فهو يمكن عنده بعد مشكله بالمهارات الاجتماعيه، فما يعرف شلون يتواصل مع الاخرين، ولا يعرف شلون ياخذ ويعطي. فكان زملائه واصدقائه كلهم من اقاربه، يعني استحاله يكون عنده صديق يطلع معه او يجلس معه غير أقاربه. فحتى وجوده في المدرسة، فعلاقاته وزملاته كلها مع أقاربه اللي يدرسون معه في نفس المدرسة. فصار هالمراهق هذا يكبر وهو يبي يتباهى. فتعرفون بعض الأطفال يهتمون بالسيارات والمحركات وحتى الدراجات النارية والدبابات، وهذا كان واحد منهم، وكان مهووس بالسيارات والدبابات، والمشكلة ما يعرف عنها شيء، بس اللهم يبيها مظاهر لعل الناس يعطونه وجه ويناظرونه. وكان حلمه في الحياة بس إنه يشتري دباب. فقاموا أهله وشجعوه، قالوا له إذا دخلت مدرسة تحفيظ قرآن وكملت فترة معينة بنشتري لك دباب، اللي هو الدراجة النارية. طبعا دباب بري وبأربع كفرات، فتخيلوا يشترون له دباب خاطوف اللي هو بكفرين، هبال هذا. فهو كان يبي الدبابة والدراجة النارية اللي في الغالب تشوفونهم يلعبونها في البر، اللي لها أربع كفرات واستخدامها في الغالب ما يطلع إلا في وقت الشتاء إذا راحوا الناس يكشتون. المهم ما شاء الله عليه ذا المراهق تمكن بأنه يدخل مدرسة تحفيظ القرآن واستمر فيها، إلين ما جابوا له أهله الدبابة والدراجة النارية اللي هو يبيها، وعقبها على طول ترك مدرسة تحفيظ القرآن، خلاص جاه اللي هو يبي. فقبل ما يطلع من مدرسة تحفيظ القرآن تعرف على مجموعة من الأشخاص اللي في عمره وكانوا في مدارس تحفيظ القرآن. طبعا تعرفون أنتم اغلب مدارس تحفيظ القران اللي تكون في المساجد ما هي مقسمه بالاعمار، بل هي مقسمه بحفظ الاجزاء، يعني كم انت حافظ من جزء في القران حتى تروح للمستوى اللي بعده. فهالمراهق اول ما طق له الدبابه والدراجه البريه او الناريه ويقوم، طبعا ما يقدر يسوقها في الشارع، فايش قام يسوي؟ كل يوم يطلع هالدباب في الشارع ويقعد واقف جنبه والناس رايحه جايه. فصاروا زملائه اللي في مدارس التحفيظ اذا خلصوا يروحون عنده ويتفرجون على الدباب. طبعا هو ما يقدر يسوقه حتى في الشارع لان صوته مزعج وغير قانوني، وفوق هذا اهله اذا دروا عنه انه سايقه في الشارع بيسحبونه منه. فهم مشترطين عليه اذا هو يبي يسوق الدباب يسوقه في البر فقط. فصار هذا روتين المراهق، كل يوم يسند هالدباب ويقابل اقاربه والاصدقاء اللي تعرف عليهم في مدرسه تحفيظ. ومع الايام صاروا في ناس في الحاره اللي هو ساكن فيها بنفس المستوى المادي، وكان عندهم ولد ما شاء الله عليه الظاهر ان اخوه مدري عمه او واحد من اقاربه عنده معارض سيارات. فشاف هالمراهق يطلع الدباب كل يوم، قال انا لازم اقوم واستعرض زيه، فصار يجيه كل يوم بسيارات فارهه. عاد المراهق يوم شافه بدا يضيق صدره لدرجه انه قام وباع الدباب وصار يطلع مع هالولد اللي ياخذ سيارات اقاربه ويهايط فيها. المهم المراهق هذا صار زميله وخويه، ومع مرور الايام كان هالمراهق وده يطلع مع الولد هذا اللي هايط بالسيارات، بس اهله يعيون، فزي ما قلنا في البدايه اهله شكاكين لدرجه انهم ما يرضون انه يروح لاي مكان الا اقاربه فقط. وجلس المراهق يحاول فيهم ويحاول فيهم علشان يطلع مع ولد الحاره اللي معه سيارات فارهه. عاد مع مرور الايام والضغط قالوا اهله احنا بنسمح لك انك تروح تزور اخوياك، بس بشرط انك تركب مع السواق. فكان هم عندهم سائق في الغالب يجيب اغراض البيت، فصار هو سواق المراهق يوديه ويجيبه. طبعا زي ما قلت لكم في بداية المقطع، المراهق ذا كان ولا يزال خرارة، يعني ما ينقال له شيء الا على طول ينشر عند الناس، يعني ولا وكالة انباء. فصار يطلع مع ولد الحارة راعي السيارات ويقابله في مكان عام، اما مقهى ولا مطعم ولا ملعب، فيصير السواق موجود حتى يخلص المراهق ويرجع للبيت. ومع مرور الايام وكثرة المراهق يخر الحدسي والكلام للسواق وللاهل، صار السواق يخليه مع ولد الحارة ويرجع، لدرجة ان المراهق استانس على الوضع ذا. فزانت علاقة المراهق مع ولد الحارة لدرجة انهم صاروا يروحون الأسواق والملاهي وغيرها. فصار المراهق إذا رجع لأهله ما يعلمهم أنه طلع مع ولد الحارة للأماكن هذه، فيقول لهم أني مع واحد من أقاربي. ويجي ذاك اليوم والمراهق لعب على أهله وقال لهم نفس الشيء، أنه رايح لواحد من أقاربه وهو رايح لولد الحارة. ويقومون أهله ويتصلون على قريبهم، ألو وين فلان عندك؟ ويرد قريبهم قال لا والله ما بعندي. قالوا وشلون هو قايل لنا أنه عندك؟ قال لا والله ما هو بعندي، ولو أنه عندي علمتكم. المهم الأهل انتظروا هالمراهق لين رجع وقاموا حاسوا حوس، وليش قايل لنا أنك رايح لقريبك وأنت
كنت رايح المكان ثاني. فصار هالمراهق عنده عناد، فشددوا الاهل على السواق وقالوا له لا تخلي هالمراهق الحالة، لازم تصير معه وين ما يروح وين ما يجي، وابتلش السواق. فهو ما يدري يرضي الاهل ولا يرضي المراهق ويداري خاطره. المهم هالمراهق ذا جلس يحاول في السواق مع الايام انه يرجع والسواق يعي. فقام المراهق يفكر ويفكر، قال وشلون انا اقدر اقنع السواق انه يرجع ولا ينشب لي؟ فقرر هالمراهق انه يدفع مبلغ للسواق علشان يسكت عنه. وصار المراهق يروح ويجي وما اخذ راحته بزياده، ومن قوه وسعة الصدر اللي صارت عند السواق وصار يعزز للمراهق ويقول له ان هلك صراحه ضاغطين عليك وانت تستحق انك تطلع وتاخذ راحتك. عاد المراهق كبر راسه، فصار يخر كل الكلام والحتي عند السواق ويقول له رحنا وكلنا وشرينا وجينا وسوينا. وصار السواق طمعان، فشك المراهق بالوضع وقال ابدفع لك زياده ولا تعلمهم اني رحت للاماكن هذه. وهي في الغالب الاماكن اللي يروح لها هالمراهق عاديه جدا، لكن الاهل شديدين، وشديدين مو بس على راحه الاماكن بل شديدين على من يروح معه. ومع مرور الايام اكتشفوا اهله ان السياره ترجع والمراهق ما يرجع معه، فاضطروا الاهل انهم يحرمون المراهق من طلعه. فبعد المحاولات والضغط قدر يروح، وشددوا على السواق انه ما يتركه. وهالمره صار يزود السواق مبلغ مو طبيعي، يعني واحد مراهق ما يقدر يدفع المبلغ ذا، يعني كان يدفع للسواق تقريبا 300 الى 400 الى 500 ريال علشان بس يسكت عنه، فهذا مبلغ يمكن نص راتب السواق اذا ما كان اكثر بعد. فمع مرور الايام صاروا اهله يدرون وين يروح وين يجي، وانت رايح للمكان الفلاني ورحت مع فلان ورحت. وصار المراهق شكاك زيهم، اذا بغى يطلع من البيت يقعد يراقب، واذا ركب السياره يشوف من اللي يلاحقه، يعني صار شكاك بمعنى الكلمه. ومع حرصه الا ان اهله بعد صاروا يدرون وين يروح وين يجي. فصار هالمراهق يشك انهم مرسلين شخص يراقبه، لدرجه انه صار فعلا شاك بسياره واحد، كل ما شافه في الشارع او شاف هالسياره في الشارع قام يقول للسواق اسرع 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 لف يمين ازبن علشان يتفادى من يلاحقه. والسواق يسمع كلامه يقوم ويلف ويسرع، اذا قال له اسرع فمعطيه 500 ريال. المهم مع مرور الايام واهله يدرون وين يروح وين يجي، عاد جاء واحد من اخويا هالمراهق وقال له ناقش اهلك وكلمهم وصارحهم، لابد انهم يعرفون انك ما انت بتسوي شيء غلط. وقال اني حاولت وعيوا يفهمون، ولدرجه انهم الحين مرسلين واحد يلاحقني. المهم خويه ذا ما صدق، قال مستحيل يلاحق واحد، والله لو انك قائد ميليشيات. عاد قام المراهق يقول لزميله انت وش دراك اصلا؟ قال يا صديقي انا اجزم ان اللي يراقبك هو السواق. هذاك ما صدق ورافض الفكره، ويقول المراهق لصديقه لا انا متاكد وانا معطي السواق 500 ريال انه ما يعلم اهلي. خويه انصدم، قال 500 ريال يا الظالم علشان بس يسكت عنك؟ فقال ايه انا متاكد انه ما يعلم. طبعا خويه ذا يدري ان هالمراهق خراره، يعني كل شيء يقوله. وقال خويه شف انا اثبت لك ان اللي راقبك هو السواق، وانت جرب الحركه، اذا ضبطت اهلا وسهلا، اذا ما ضبطت فاكيد في واحد يراقبك زي ما انت مؤمن يا المراهق. وش قال له خويه؟ قال بما انك انت خراره وكل ما قعدت مع السواق ولا اهلك تعطيهم العلم كامل، فاذا جلست مع السواق اخترع سالفه، يعني اخترع موقف صار بحيث انك تختبره تشوف هل هو اللي وصل الكلام ولا لا. المراهق رافض الفكره تماما، وخويه كان يتشحد ويقول له يا ابن الحلال جرب بس، وكان قاعد يحاول فيه حدود الشهر. يعني تخيلوا يا جماعه الخير شهر كامل وهو يحاول في هالمراهق انه بس يسوي الحركه هذي لعله يكتشف من اللي يراقبه، هل هو السواق ولا فعلا في احد يراقبه. وفي خلال هالشهر هالمراهق قام شك بنص الحاره، فلان ولا فلان ولا فلنتان ولا امام المسجد. قال خويه الله يهديك الحين هذول بيتفضلون لك بس انت علشان يشوفون وين تروح وين تجي، جرب قل السالفه اللي علمتك اياها للسواق، يعني راح للسواق واخترع له قصه، يعني بعد ما انت تروح مع زملائك وترجع تركب مع السواق اخترع قصه من راسك. فبعد شهر كانه بدا يقتنع، وقام هو جالس مع السواق واخترع له ذيك السالفه وخلاها خطيره، يعني بهرها شوي بحيث انه يتاكد هل الخبر يوصل بسرعه ولا ما يوصل بسرعه. وبدون مبالغه ما امداه رجع للبيت وكمل ساعه الا اهله داخلين عليه ويا اللي فيه كل ما يخطيك، وش انت مسوي وليش رحت وانت ما علمتنا؟ يقول المراهق اني في ذيك اللحظه اكتشفت اني فعلا غبي. فمن القهر قام وقال لاهله اني انا مخترع السالفه للسواق علشان اتاكد اذا هو اللي يقول لكم ولا لا. والاهل صاروا خرارين مثله، قالوا ايه احنا اصلا معطين السواق فلوس علشان يعلمنا وين تروح وين تجي. فصار السواق الوسخ ياخذ من المراهق فلوس وياخذ من الاهل فلوس علشان يعلمهم وين هالمراهق يروح وين يجي، وبنفس الوقت يلعب على المراهق ويقول له اني انا بحفظ لك السر فخذ راحتك انت. فتعرفون المراهق اذا كان يعامل واحد اكبر منه معامله زينه فاحيانا يكون مثل الاخ الكبير. فجته صدمه من هالسواق لدرجه انه ما عاد صار يكلمه ولا صار يعطيه وجه، والسواق يقول تعال يا اخي وش فيك وش انا مسوي، والمراهق رافض يتكلم معه اطلاقا. عاد تعرفون الواحد اهله شكاكين وهم عندي وبنفس الوقت يحب التباهي، يعني ابتلش فيه. فصار يتمرد على الاهل، كل ما صار شيء يبي يروح يسوي عكسه، فالله يتوب علينا طاح بالفساد وهو ماله بالفساد بس علشان يعاند اهله. فقام قطع العلاقه مع اهله كلهم والسواق، ولدرجه ان السواق حس بالذنب بعدين واستقال من الاسره ورجع لديرته. فزين عنده ذمه وضمير، لكن عقب ما حوش هالالوف المؤلفه قل انه بعد ما ينلام. عاد هذا له قصه تكمله، لو تبون نكملها لكم اكتبوا لي في خانه التعليقات، ولا تنسون تقييم المقطع بالضغط على زر الاعجاب، ولدعم القناه تفضل الاشتراك فيها مع تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد.